النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الأسبوعية لهذا الأسبوع الأخير من شهر يوليو شهر تموز للعام 2021. بعدما عاشت المملكة الأسبوع الماضي تقلبات حرارية كبيرة تمثلت بارتفاع كبير في درجات حرارة قبيل عيد الأضحى المبارك، وصلت إلى حد 40 درجة مئوية في العاصمة عمان. انقلب الجو بشكل تام مع نهاية الأسبوع الماضي، حيث انخفضت درجات الحرارة بشكل لافت، وكانت أكثر أيام هذا الأسبوع انخفاضا يوم الجمعة وأيضا اليوم السبت، أيضا انخفضت درجات الحرارة بشكل لافت. هذا الأسبوع سيتسم بالأسبوع الذي تكون به درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية والمعتادة. نستعرض معكم توقعات الأحوال الجوية لهذا الأسبوع، نبدأ من يوم الأحد. من المتوقع أن تكون درجة الحرارة ترتفع في العاصمة عمان إلى 31 درجة مئوية، في إربد 32، في جبال الشراط 28، 34 درجة مئوية في معان، و39 درجة مئوية في العقبة، وتكون 38 درجة مئوية في المنطقة الشرقية. أجواء تكون صيفية عادية في أغلب ومعظم مناطق المملكة، تكون معتدلة في ساعات الليل أيضا بمشيئة الله تعالى. يوم الاثنين لا تغييرات هامة على الأجواء، تكون درجة الحرارة 32 درجة مئوية في العاصمة عمان في ساعات النهار و22 درجة مئوية في ساعات الليل. لا تغييرات متوقعة درجات الحرارة في باقي مدن ومحافظات المملكة، والأجواء تكون مشمسة بشكل عام، ولكن يتوقع أن يطرأ ارتفاع لافت وملموس درجات الحرارة في منطقة البادية الشرقية، لتصل في تلك المنطقة إلى 44 درجة مئوية في ساعات النهار، بينما تكون حول 40 درجة مئوية في العقبة. هناك في المنطقة الشرقية التحذيرات من مغبة التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس خلال ساعات النهار بمشيئة الله تعالى. يوم الثلاثاء كما نلاحظ لا تغييرات جلية على الحالة الجوية في المنطقتين الشمالية والوسطى، درجات الحرارة حول معدلاتها المعتادة، والأجواء صيفية عادية في ساعات النهار معتدلة في ساعات الليل. تكون في المنطقة الشرقية 41 درجة مئوية، تكون 37 درجة مئوية في مدينة معان، وترتفع قليلا في خليج العقبة إلى 41 درجة مئوية، مع أجواء طبعا حارة سواء في العقبة أو مناطق الأغوار والبحر الميت. يوم الأربعاء لا تغييرات أيضا هامة على الحالة الجوية في كافة مناطق المملكة، تبقى درجات الحرارة في المنطقة الشمالية والوسطى والغربية درجات الحرارة بها حول معدلاتها المعتادة، والأجواء صيفية عادية في ساعات النهار وتكون معتدلة في ساعات الليل. الأجواء حارة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة ومناطق البادية. يوم الخميس أيضا لا تغييرات هامة على الحالة الجوية، درجات الحرارة تبقى على ما هو عليه في معظم مناطق المملكة كما كانت في الأيام السابقة. بنختم بيوم الجمعة الذي يتوقع أن يطرأ به ارتفاع على درجات الحرارة، لتصل في إربد مثلا إلى 35 درجة مئوية، تكون في العاصمة عمان 33 إلى 34. يوم الجمعة المقبلة يميل الطقس الحرارة بعض الشيء في بعض المناطق، 30 درجة مئوية في جبال الشراء، 36 درجة مئوية في مدينة معان، 42 درجة مئوية في العقبة، والأجواء حارة إلى شديدة الحرارة، وتعود إلى 40 درجة مئوية في منطقة البادية الشرقية. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية لهذا الأسبوع الذي يتوقع أن يكون أسبوعا صيفيا عاديا وذات درجات حرارة حول المعدلات في مناطق عدة من المملكة. أتمنى لكم جميعا أسبوعا موفقا ومباركا أينما كنتم، دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي